ما فكرت في هذا السؤال أيضا، كيف قبل الصديق أن تغضب فاطمة؟ هو موقف محرج، يعني لا يحسد عليه رضي الله عنه. يعني تصور تأتي سيدة نساء العالمين تقول أريد ميراثي، وهو قد سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث، ما تركناه فهو صدقة. يعني فعلا موقف محرج، لكن لم يجد بدا من طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا دين. يعني فاطمة إذا غضبت يرضيها الله عنه سبحانه وتعالى. وذاك حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط الناس عليه، ومن أسخط الناس برضى الله رضي الله عنه وأرضى الناس عنه. فكان الموقف محرجا بالنسبة لأبي بكر الصديق، لكن لم يجد بدا من طاعة الله وطاعة رسوله. وإذا قال لها: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث، ما تركناه صدقة، فلم يعطيها فدك. نعم، ألم يرضيها بعد ذلك؟ يعني هي تبقى القضية، هل غضبت أو ما غضبت؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم. ذكرنا قبل قليل حديث عائشة رضي الله عنها أنه بايع علي بعد 6 أشهر. هو في ضمن هذا الحديث، هو حديث واحد، حديث عائشة اللي من رواية الزهري رحمه الله تبارك وتعالى. والظاهر أن هذه كلها إدراجات من الزهري رحمه الله تعالى. يعني الزهري كان له تلاميذ كثر، وهو من أشهر الرواة. وكان من عادة الزهري عندما يحدث بالحديث أحيانا يشرح. طيب، فيروي عنه تلاميذه ويشرح أثناء الحديث، ويحدث الحديث أكثر من مرة، وفي أكثر من وقت، وفي أكثر من مجاميع، مجموعة من مجموعة من هنا مجموعة من هنا. فبعض تلاميذ الزهري عندما يروون عنه هذا الحديث لا يذكرون فيه بايع بعد 6 أشهر، ولا يذكرون غضبت فاطمة، ما يذكرون هذا. طيب، وبعضهم يذكر هذا. فقال أهل العلم: الظاهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أن الزهرية رحمه الله تعالى عندما حدث بهذا الحديث، حديث عائشة، ليس في قول عائشة أن فاطمة غضبت، ولا في قول عائشة أن عليا بايع بعد 6 أشهر، أو أنه كان لم يبايع قبل ذلك، وإنما هذا مما أضافه الزهري أثناء ذكر الحديث يشرح، أو يضيف أشياء يسمونها بلاغات. طيب، وهذه البلاغات ليس لها أسانيد، وهي إدراجات يدرجها الزهري في أثناء الحديث أحيانا. طيب، كيف نعرف المدرج من غير المدرج والبلاغ من المسند؟ قال أهل العلم: بتتبع الطرق. يعني تتبع طرق الحديث من جميع طرقه. وهذا كما قلت لك قبل قليل، أنا بحثت هذا الحديث وتتبعت طرقه، فتبين لي من خلال هذا البحث أن الزهرية رحمه الله تبارك وتعالى كان قد أدرج فيه من خلال تتبع هذه الطرق. تجد الطرق الأخرى التي يحدث بها الزهري تلاميذه كشعيب مثلا، أو معمر، أو الوليد، أو غيرهم من تلاميذ الزهري المشهورين، أو مالك، فتجد الإدراج واضحا هنا فتحكم عليه. وبالتالي الذي توصلت إليه أن قوله لم يبايع مدرجة، وكذا أنها غضبت مدرجة، وإنما الصحيح أن فاطمة رضيت. وهذا الظن بها عندما تأتي للزهري لأبي بكر وتقول له أريد ميراث أبي، فيقول لها أبو بكر: سمعت أباك صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث، ما تركناه صدقة. ماذا يظن بفاطمة؟ سمع وطاع. ماذا يظن بفاطمة؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فلذلك الذي نعتقده في فاطمة أنها قالت سمعنا وأطعنا، ثم بعد ذلك سكتت. ولذلك جاء في الحديث: فلم تكلمه بعد ذلك. قال بعضهم: لم تكلمه، أي غضبة
وقال آخر لم تكلمه أي في الموضوع، نعم، لم تفتح الموضوع معه مرة ثانية. نعم. ولذلك أنا أريد أن أصل النقطة إن سمحت لي. تفضل. الآن قلنا من الورثة، لو قلنا أن النبي يورث من ورثته؟ قلنا فاطمة وزوجات النبي ثم العباس. زين، فاطمة كم لها؟ النصف. النصف. زين، فاطمة لها النصف. أبو بكر على قول الشيعة، نعم، ظالم لأنه لم يعطي فاطمة حقها. طيب نريد أن نسأل سؤال، أنت نتدرج. نعم. زين، توفي أبو بكر أو توفيت فاطمة؟ نعم. في حياة أبو بكر توفيت ولا لا؟ نعم. توفيت في حياة، نعم، أبو بكر. طيب إذا توفيت هل حقها ينتهي ولا يبقى؟ يبقى. يبقى لمن؟ لورثتها. لورثتها. من ورثته فاطمة؟ نعم، علي وأولاده. وأولاده. علي كم له؟ وجود الفرع الوارث له الربع. نعم. وأولادها أربعة. نعم. الحسن والحسين وأم كلثوم وزينب. نعم. هؤلاء لهم الباقي. نعم. طيب للذكري مثل حظ الأنثيين. مثل حظ الأنثيين. نعم. زين. بعد وفاة أبي بكر من استخلف؟ عمر. عمر. نعم. هل أعطى عليا وأولاد فاطمة ميراثهم؟ لم يعط. لم يعطيهم. طيب مع أن انتبه، عمر متزوج من أم كلثوم. نعم. بنت فاطمة. وعائشة بنت أبي بكر. وحفصة وكانت بنت عمر. وكانت ترث. وحفصة بنت عمر. نعم. وترث. وكانت ترث. وأم كلثوم بنت علي بنت فاطمة ترث. نعم. فاطمة. نعم. طيب وعمر يستفيد، زوجته ترث. نعم. طيب ومع هذا لم يعطي. يعطي شيئا. إذا كان أبو بكر ظالما إذا عمر يكون كذلك. نعم. ما ودك تقول هذا فيك. لا لا أستطيع. نعم. لا أستطيع. طيب بعد عمر، عمر حكم 10 سنوات. نعم. بعده استخلف من؟ عثمان. عثمان حكم 12 سنة. هل أعطاهم؟ لا لم يعطي. لم يعطيهم. إذا استمر الظلم. من بعد عثمان؟ علي. علي. هل أعطاهم؟ يأخذ هو. لم يعطيهم. نعم. لا لم يأخذ لنفسه. لم يأخذ ولم يعطي. نعم. يعني لم يأخذ لنفسه ولم يعطي الورثة الحسن والحسين. أولاده. الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم لم يعطيهم. نعم. شيئا. نعم. طيب إذا يستمر الظلم. يستمر الظلم. من نعم. بعد علي؟ الحسن. الحسن لم يعطي. فنقول لهم اتقوا الله في أنفسكم، لأنكم بهذا لا تتهمون أبا بكر وعمر وعثمان فقط، وإنما تتهمون عليا. نعم. وتتهمون الحسن ابن علي، بل يتهمون فاطمة بأنها حريصة على الدنيا. نعم. تصور فاطمة لأجل الدنيا تحزن وتغضب وتتأثر و يعني تموت من القهر على ماذا؟ على لعاعة. نعم. إذن لم تنازع فاطمة ولم ينازع علي بعد موت فاطمة. لم تنازع فاطمة أبدا. نعم. لم تنازع فاطمة أبدا. نعم. وإنما فاطمة رضيت وقبلت، وهذا أمر الله تبارك وتعالى. نعم. فاطمة لم تعارض. نعم. قضية الميراث. نعم. وإنما قبلت ورضيت. نعم. ثم أقول لك شيئا، عفوا كأنك تريد شيئا. يعني معنا اتصالات وأطرنا عليهم كثيرا يلحون عليه. لا ينتظرون دقيقة. نعم. فقط. تفضل. أنا عند الشيعة أنفسهم. نعم. في الكافي والفقيه وغيره، فقيه من لا يحضره الفقيه. نعم. أن جعفرا الصادق رحمه الله تبارك وتعالى رضي عنه سئل ماذا ترث المرأة أو ماذا ترث النساء. نعم. قال لا يرثن من الأرض والعقار شيئا. طيب فدك إيش؟ أرض. أرض. نعم. وخيبر عقار. لا إن صح، إن صح ما قالوا. لا لا على قولهم هم. نعم. لا ترث فاطمة أصلا. نعم. لا ترث النساء. نعم. فكيف يحملون هذا؟ نعم. بارك الله فيكم شيخنا.